ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه ماينكرافت. النهارده بقى انا عامل باركور 3. مستعدين نشوفه مع بعض؟ بس ممكن اللي بيتابعني الجديد ف اللي عايز يعرف باركور 1 و2 يرجع للحلقه الاولى والثانيه. ده باركور 1 باركور 1 لحد اخره. فين اخره؟ فين اخره؟ اخره هنا. وده باركور 2 2 اخره من بدايته من هنا لحد هنا. وباركور 3 هنا. يعني متخيلين حوض ميه وحوض وجواه حوض فضي منه المية وجواه بقى باركور. انا قعدت فيه يا جماعة، قعدت فيه يوم اعمله اصلا، يوم كامل. فيلا نبدأ من هنا. يعني مش يوم كامل كامل، يعني ازيد شوية. يلا عارفين بقى لو عايزين تفضوا المية تفضوها بالايه؟ بالسبونج. هوريكم ايه هي السبونج. بتكون هنا، بتكون هنا وفي اخرها دي السبونج. دي ويت سبونج، دي ما بتفضيش. يعني بصوا هوريكم حركة حاجة بقى بفهمكم بس اللي مش عارف. هو في نوعين من السبونج. ده لما بتحطوه في المية بيشيل المية، بس لو انتوا عايزين تشيلوها قد مثلا الحتة دي مثلا المية لحد اخرها هنا، تعملوا كده هيفضي المية، هينزلها لتحت بالتلات بلوك. اما دي بقى ويت سبونج، دي ما بتعملش. دي اللي هي شفطت المية، يعني دي لما بتحطوها دي كده لما بتشفط، لما اي مية بتلمسها بتكون كده وما بتعملش تأثير تاني. مثلا نحط من دي ودي، دي لو خدناها هتتاخد من المية اعتقد، بس انا مجربتش. تمام فهمتم؟ فلو في حاجة مش فاهمينها اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. ف يلا نكمل في الباركور. معلومة حلوة مش كده؟ يلا ايوه من هنا نعمل، بس ممكن اعمل كده. اوه لا وقعت. يلا حيل حيل لا 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 وقعت وقعت. مش لازم ارجع من الاول لانها تفهد. لازم بقى نط على السلايم. فين السلايم؟ هنا. اوكي يلا يلا يلا. يا لهوي وقعت عليها. بس في حارة، في حاجة مش دي يا جماعة. اتنين ممكن تحصل حاجة. لا بصوا انا ممكن انط على دي من السلايم، بس كده حاجة غشاشة يعني بصراحة. ده هغش صراحة. فين السلايم؟ السلايم هنا. انا ممكن اعمل يلا بقى كده. ممكن. فيلا نكمل. دي بقى عبارة عن متاهة. فمستعدين؟ يلا واحد اتنين تلاتة. يا بقى لو جيب بقى كريبر هناك فجر لنا كل المكان. هنا مفيش. هنا ولا في هنا؟ في ورد. بص
الله هنا ما فيش لبن. بالعكس وات ما فيش وات. في طريق هنا حلو. هنا ولا هنا ولا هنا؟ اوكي هنا برضو ما فيش. هنا ما فيش. هنا برضو ما فيش. الحتة دي رحنا. يلا ايه ده ما فيش؟ لا لا ما تعيدش لف كده ثانية. وات وات ازاي الحتة دي كانت مسدودة؟ وات ازاي؟ صراحة حاجة غريبة بس يلا نكمل. في طريقين. لا مفيش هنا مفيش. شكل الربط خلص انتهى. ولا هنا في غلطة وانا بعمل تقول نعملها كده بتتكسر عادي اللي هي صوت طينة يعني دي. بترجع اوكي بترجع بترجع بالمية بقى. كده تشيك بوينت. طيب حلو يلا نكمل. ايه ده ايه اللي جاب اللام؟ يلا اطلع برا اطلع برا. يلا نطلع يلا. طفل علي قلة الادب بتاعتك دي. تصدق شكلها حلو. شكل اللما شكل الباركور دي حلو مش كده؟ ايه ده ازاي بتكسر سريع؟ وات تكسر سريع تكسر زي الطينة دي؟ وات بس يلا ما علينا يلا نكمل بس. والاستغراب ده نكمله في الاخر. لا 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 ركز بس ازاي يعني هنط وفي هنا بلوك. وقعت. اطلع برا يا لما اطلع برا. لا اياك بتف عليا قلة الادب. بس تصدق يعني شكلها حلو بس انا مستغرب ان دي بتتكسر نفس تكسير الدرت. تصدق هي هي بالراحة. هدي هدي هدي. ايوه حلو كويس. مش مشكلة دي اصلا اللي دوست عليها تشيك بوينت. دي تشيك بوينت صعبة شوية. لا 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 هدي يلا كده كده. كنت هقع. افرض لو وقعت بقى في الفراغ ده. صح انا كان حقي احط دي اكثر التلاتة دول. ادخل واتشتت اقول ايه ده. يلا بس انا حاسس ان متى يعني مش فيها ابداع كويس يعني. لو عجبتكم المتاهة بقى والباركور بقى اللي انا عملته اكتبولي في التعليقات وهتلاقوا رابط الفيديوهين اللي فاتوا في الديسكريبشن اسفل الفيديو. يلا لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك بقى وتشتركوا في قناتي. اطلع اطلع. اوعى تتحرق. استعجلت.
كل مرة احاول اعدي دي اخسر. قبل ما اسجل اوعى تقع. هدي شتت. تشيك بوينت بيقفل الباب. صدقوا حلوة. طيب صح، نسيت اوريكم حاجة. ايه رأيكم بقى في باركور 3؟ احتفال، وصلت الباركور 3. ايه رأيكم، حلوة مش كده؟ يلا اكتبوا لي بقى تعليقات حلوه كده في قناتي، يعني شجعوني يعني. دي بقى المرحله الصعبه. صعبه، هي صعبه شويه بس ركز. لا 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 لا، ركز. ثانيه واحده. لازم نجيب دروع برضو، نجيب دروع يعني ما فيهاش حاجة، عشان بحب دروع الايرا اكتر دروع بحبها، والدايموند برضو يعني. بس في معلومة مهمة ان الايرون اقوى من الجولد. يعني مثلا ده بيتنقص اتنين، يعني ده ناقص له 2.5 ويكمل درع كامل. بصوا الجلد هينقص قد ايه. اهو مثلا كده في دوشة شوية. يلا يعني متخيلين ان جماعة ينقص 4.5 4.5، والتاني ينقص 2.5 اعتقد، ولا 2.5. يعني متخيلين الايرون اقوى بكتير. طيروا. اقوى بكتير يا جماعه من الجولد. الجولد يعتبر اضعف حاجه. سيب. يلا نكمل بعديها بقى فيديو، بقى اجيب لكم معلومات مهمه، معلومات يعني في الفيديو الجاي ان شاء الله. ماشي، ويريد بقى تستفيدوا. لا لا لا، ركز. واحدة. طلع دي بقى فكرتها انها بتتعمل كده. ثانية واحدة ومتسقمش. ده كام بتتعمل كده، بتدوس كده، نعمل كده وننطي. ولا نطينا ولا ما نطيناش. هي صعبة شوية. تعمل كده وتنط كده. حلو مش كده؟ دي اصعب حاجة تعتبر انا عملتها. لا هدي. لا يا جماعة، ليه الاستعجال كده؟ يعني ليه الاستعجال؟ يعني واحدة. ركز. اوكي، هي دي بتتكسر. تمام. طيب ركز. لا بقى. انا في ايه يا جماعه النهارده؟ انا مش مركز خالص ولا في ايه. دي صعبه اصلا. بصوا يعني نبتدي من هنا، نبتدي يعني، لان دي سخيفه ملهاش لازمه. تعبت.
ما بحبش الخسارة كل مرة، عارفين احساس الخسارة قلبك وجعك يعني، خلاص بقى يعني تحس كأن بطنك بترجرج كده، احساس غريب، تحس كأنك بطنك بترجرج وبطنك بطنك. يلا 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 ركز، لو كنت عملتها تن 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 اوعى اقع في اللاف، ولسه كمان في هنا لسه قربت قربت. اياك تقع اياك تقع اياك اياك تقع بليز. لا يا نهار ابيض يا جماعه، فاكر انا فاكر حاجه حصلت معايا كانت مصيبه بالصودا بالنسبه لي. مره كان في كريبر، كريبر عادي كان هنا، وانا كنت سرفايفل وكنت حاطط السرير ده، ده السرير الوحيد اللي كنت بترشبن فيه هنا، يعني لو كسر هترشبن لاول حاجه. فسبحان الله الكريبر وهو كان واقف على السرير، جيت على السرير فجر السرير. سبحان الله الحمد لله ان ما انا ما ترسبنتش لاول مكان، ورجعت السرير زي ما كان لاول مكان، رجعت السرير زي ما كان. يا نهار ده كنت هعيط، ادي صعبه كانت مصيبه مصيبه. بس نعملها كرياتيف لان النار اللي تحت دي برضو بتصعب يعني، فحرام. بس صدقوا بالكرياتيف تحس ان النط اسهل. يلا 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 مين ايه ايه، شايفين الغباء؟ برجع نفسي من الاول. متقوليش لفت عليا ثانية 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 واحدة واحدة. الله 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 اهو ثانية ثانية واحدة ثانية عد اللعبة على واهو بعد ما عرفت ما حددتها. طيب يلا اللعبة بتعلق كل يوم. بصوا كل يوم اجي اسجل الاقي اللعبه بتعلق، بعدين الاقي الفيديو ما صبطش، يعني هنزل الفيديو ده ولا لا. يلا استنى ممكن اعمل كده احسن، يعني اعتبر احسن. قربت للنهايه، قربت. لا 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 يا رب يا رب. يلا اوعى اوعى بوينت. الله عليا يا جماعه ما اقدرش ارجع. الله عليا رجعت لباركور فور اللي انا بعمله ده، باركور فور اللي انا بعمله اصلا لسه بكمله، ده بدايته. بصوا دي بدايته يعني، لسه بقى بظبط فضيت المية اللي فيه. فيا جماعة ده مقطعنا بشكل كامل، اتمنى ان يعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني بقى في الفيديو الجاي، قولولي بقى ايه رأيكم ايه رأيكم ايه رأيكم بقى في اللي انا هعمله. اوكي فيلا سلام.